صراحة حتى أنا والله. الجنجل. الجنجل changes. living jungle سموها. الجنجل ال الحية. الحية حلو. thank you. الغابة الحية. الغابة الحية. طبعًا. ما تكلمون إنجليزي. yes. طبعًا هذا التعديل في الجنجل اللي كلنا كنا يعني صراحة أنا كنت مستصيب منه وقلت بقول والله حاجة راندوم تضيفوها في الجيم وإحنا ما نفضل نشوف حاجة راندوم. قللوا الراندوم قللوا الامباكت حق الراندوم فيها وخلوها بطريقه محدده. حنشوف طبعا هذه من الحاجات اللي رايت برضو قالوا احنا بنجربها الى الان لسه ما قرر 100% انه نخليها. فكل حالة طبعا هذه الخريطه الجديده حاطين ثلاثه انواع بلانتس جديده او ثلاثه انواع بلانتس اشجار في الجنجل جديده. اوكي هذه ما كانت موجوده, هذه حاجه جديده نهائيا. الحمراء حاجة سموها بلاست كون, حنشرح ايش هو البلاست كون. الزرقاء اسمها سكرايرز بلوم برضو حنشرحها. الخضراء اسمها هاني فروت برضو حنشرحها. طبعا المناطق هذه في الخريطة هذه هي المناطق اللي ممكن تطلع فيها كل واحدة, ممكن تطلع فيها كل واحدة مو شرط حتطلع في نفس المكان. يعني لما نتكلم على الريد شايف المحلين هذه في الجنجل, اول مره حيصير لها سبون هنا, ثاني مره حيصير لها سبون هنا, ثالث مره ما تدري ممكن هنا ولا هنا, وما تطلع في نفس المحل او ما تطلع حبتين في نفس الجنجل سايد. يعني هنا في البوت احنا ما حتطلع اثنين في نفس الوقت, حتطلع واحده لين ما تستخدمها, الثانيه ما حتطلع. اوكي اي واحده حتطلع ما هو اللي حيكون راندوم. اوكي الا في حالات محدده. نفس الشيء بالنسبه للبلو, نفس الشيء بالنسبه للجرين. الفرق الوحيد انه الجرين اللي حتطلع في طبعا البلو حتطلع هنا محلاتها او هنا محلاتها في الكوادرنت هذا, الريد حتطلع الجرين حتطلع في الريفر. انا حشرح كل واحده بالتفصيل وكيف تطلع ومتى تطلع وايش الفريكوانسي حقها وايش قديش ممكن تطلع وايش التعديل حقها وايش الامباكت حقها في الجيم. اول شيء كتبوا شرح بسيط ايش هي الفويلج, ايش هي الحاجات هذه اشجار ستيشنري واقفه في محلها ما حد يقدر يسوي عليها ولا شيء, ما حد يقدر يعني ما تقدر تضربها وتتضارب معها. الهيلث حقها واحد, لما تفجرها تستفيد من الفائده حقتها. طبعا كل واحده منهم لها فائده, الريد لها حاجه, الاخضر الخضر لها حاجه, والزرق لها حاجه. الاول ما تطلع يقول لك تطلع از سيت بعد 60 كده تطلع ان والله حتطلع بعد 60 ثانيه والبلوم. ايش يعني والبلوم؟ حتطلع في ويل بيكم يوزابل. يعني ما كيف اقولها هذه, لما تزرع زرعه يا ابن الناس تحط لك سيت تحط عليها مويه بعدها بكم يوم ولا بكم شهر تطلع. نفس الشيء تطلع زي الزرعه صغيره بعد 60 ثانيه تنفتح تقدر تستخدمها, قبل كده ما تقدر تستخدمها. السفير سبون لوكيشنز محدده ثابته. اوكي اول مره حتطلع دائما في نفس المكان, بعد كده حيختلف. اوكي ذا فيرست ويف از ايدنتيكال از افري جيم. في كل مره حتطلع اول مره حتكون في نفس المكان. طبعا متى حتطلع حنتكلم برضو على متى حتطلع. البلاست كون اللي هي الحمراء هذه ايش تسوي؟ هذا اللي تسوي نوك باك, هذا لما روح تضغطها تطيرك على ورا زي الدبليو حق زيجز. هي الدبليو حق زيجز ولا ليه ماني فاهم؟ الدبليو لا دبليو زي الدبليو حق دبليو مظبوط فشار. نعم فطبعا وانت تختار في المحل اللي تبغى تروحه, انت لما تيجي جنبها وانت قريب تقدر تضغط عليها تقدر تقرر يمين يسار فوق تحت, ابغى اروح قدام ابغى اروح ورا ابغى اروح يمين ابغى اروح يسار ابغى اروح دياجونال. اوكي طبعا العيب الوحيد بالنسبه للبلانس هذه للاي دي سيز انه اذا انت بتسوي اتاك اون موف ممكن تضغطها بالغلط فلازم تنتبه. اوكي تثمر. شكرا يا فضل. تثمر طيب. yes. Blast gone spawn in two spots per jungle quadrant. Okay. يعني زي ما قلنا هنا في الريد ما تطلع إلا في محلين, ما تطلع اثنين, دائما تطلع واحدة فقط. أول واحدة هتطلع دائما القريبة من ال من ال من البيس حقك اللي هو الانر. هذه إذا طالع معايا هنا هذه أول مرة حتطلع. حتطلع ما بين دقيقة واحدة, ما بين الدقيقة و15 ثانية ودقيقة 25 ثانية, فما حتطلع يعني حتطلع من بداية الجيم. طبعا عز جنجلر أنت ما تقدر تستفيد منها, هذه ما تسوي دامج أي حاجة وما تبغى تستغلها إلا والله في حالات إنه وأنت راجع لين مثلا تبغى تستغلها عشان ترجع بسرعة على الريد. ما أدري ما أدري إيش اليوزبل انتراكشن حقها بالنسبة للجنجلر في بداية الجيم, غير إنه والله مستعجل يبغى يرجع يبغى يقرب المسافة بينه وبين أي حاجة في اللين يبغى يوصلها. جاي بسرعة من البيس يضغط عليها تسوي له جمب فوق الوال وتقربوا للريد ولا تقربوا للريتس ولا تقربوا للش اسمه للي تحت والله اعلم. الفيرست اوتر كون سبون حيكون ما بين دقيقتين ودقيقتين وعشرين, ف
فمن مصلحتك انه انت لو طلعت الاولى الصغيره هذه تشيلها بسرعه على اساس الثانيه لما تيجي تبغى تطلع تطلع، لانه زي ما قلنا يا شباب لو خليتها ما استخدمتها الثانيه ما حتطلع الين ما تستخدم الاولى. فلو استخدمت الاولى الثانيه حتطلع في الدقيقه 2:15، ما بين الدقيقه 2:15 والدقيقه 32. الانر كون ريسبون تايم ما حتطلع، يعني لو استخدمتها ما حتطلع مره ثانيه في اقل ما بين الا يعني الكول داون حقها 5 إلى 7 دقائق، كاتبينها من 5 إلى 7، يعني ممكن 5 وممكن لين 7 دقائق. نفس الشيء الاوتر كون ريسبون تايم ما بين 5 و5 و6 و5. اوكي، ف ايش حتفرق معانا في الجيم صراحه الجنجلر لازم ينتبه لها اذا يبغى يستفيد منها. الجنجلر اذا يبغى السبون يصير هنا لازم يستخدم هذه بسرعه عشان يضمن، او مو يضمن، عشان يكون في احتماليه انه الجيه تكون ورا دراجون عشان يقدر يستفيد منها. طبعا هذا ان كان في البلو سايد، في الريد سايد عشان 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 البارن توب، ولا عشان ما في اي فائده. طبعا لما انت تكون في البلو سايد انت عندك الادفانتج من باستخدام الريد وباستخدام البلو بلانتس. دائما احنا نقول البلو سايد احسن، البلو سايد احسن لانه يديك 4 أو 5 حاجات كويسه. الدريك دائما كونتستد في اول 10 دقائق مش زي بارن، فيعطيك اي شيء يعطيك تاكتيكال ادفانتج ولا حاجه تستفيد منها في البوت لين في الجنجل سايد حقك مره ممتاز بالنسبه لك. نفس الوقت شو اسمه غير انه دريك وعشرة دقائق عندك والله الفيرست بيك زي ما قلنا في الفيرست والبان فيرست بان وفيرست بيك. غير كذا بعد كذا عندنا ايش رايك ايش ممكن تستخدم البلاست كون فيها عزوز غير كذا؟ انا ما ادري البلاست كون اهم شيء عشان تعرف الجنجل باث حق اللي ضدك، هذا اهم شيء. البلاست كون هي لحظه الزرقاء؟ لا الحمراء. لا الحمراء عشان اسكيب اشياء زي كذا، يعني مثلا يكون مثلا انت بالبوبوت لين بتحاول انك تطلع من تيم فايتر فريق تفوز فيه، بدل ما تروح لما التاور تروح لما النبته البلاسكون تحاول انك تستعملها انك تبي تبعد الانمي عنك تبعد انت عنه، اشياء زي كذا يعني مجرد شيء للاسكيب، وبرضه المحاوله انك تسرق الجنجل. لكن انا كان قصدي قبل شوي او معليش تسرق دريك من الخصم. لكن الاساس والاهم بالجنجل صراحه اشوف ان البلو السكراير بلوم. يس سكرايب روم هذه اهم شيء عشان تقدر تشوف مكان الخصم اللي ضدك، تعرف وين رايح وش الجنجل باث اللي هو ماخذه. هل هو يبي يركز على انه يفرم ولا بيروح يجانيك البوت سايد التوب سايد، خصوصا الايرلي جيم جنجلر زي ليسن وغيره اللي يقدرون يستفيدون من المعلومات هذه باشياء كثيره. مثلا لو انت جنجلر ما عندك قدره انك تسوي 1v1 وما عندك قدره انك تكنتر الجنجل، هذه ما راح تفيدك كثير، ما راح تنفعك مثلا لو انت سجواني مثلا، الا انك تحاول تعرف وين الجنجل بيروح عشان تحاول تكنتر الجانك حقه. مزبوط. بس لكن لو انت مثلا ليسن او تشامبيون ممكن يقنك بدري بالإيرلي جيم، او معلش عنده دمج بالإيرلي جيم يقدر يسوي 1v1 مثلا زي رينجر زي خازكس. فهالشيء هذا راح يفيدك انك تعرف وين مكان الخصم، تعرف وين بيروح، تحاول انك تسبقه للمكان اللي بيروح له، تقتله عند الكام حقه او تقتله بالجانك اللي هو بيسويه، تروح انت تسوي كانتر جانك يعني. فهذه اهم شيء راح ينفع الجانكرز اللي هي البلو. اما الجرين والريد ممكن تفيد البوت الميد غيره من اللينات. مزبوط. فبالنسبه للبلو زي ما قال عزوز هذه تعطيك فيجن في اتجاه محدد، انت تختار الاتجاه يا شباب وانت واقف حولها. طبعا زي ما قلنا تطلع في محلين مختلفه كل مره، ما حتطلع في محلين في نفس الوقت، ولو ما استخدمتها في محل ما حتطلع في المحل الثاني. زي حنعيد ونزيد، في اي جنجل كوادرنت، اي في اي ربع من الجنجل، في اي جزء من الماب، فوق يمين فوق يسار تحت يمين تحت يسار، مستحيل تطلع الريد ولا البلو في محلين في نفس الوقت، حتطلع واحده بس وما حتطلع الثانيه لين ما تستخدم الاولى. طبعا البلو الاولى حتطلع بعد 3 دقائق، ما بين 3 دقائق و 3 دقائق ونص، والكول داون حقها حوالي ما بين 5 و6 دقائق ونص. وزي ما قلنا only one scryer، واحدة فقط حتكون طالعة في نفس الوقت. بعد كذا عندنا الخضرة، الخضرة هذه تطلع في الريفر باثس، ومحلاتها زي ما انتم شايفين كثير كده حبتين، وممكن تطلع في اي محل من المحلات المحددة، وممكن في كل ريفر سايد في كل جزء من الريفر تطلع الين 2. طبعا الهني هذه الهني فروت هذه لما تكسرها حتطلع لك كم؟ 5
خمسة صغار فروت خمس حبات مزبوط. كل واحدة تعطيك مانا و اتش بي وتعطيك وتحط عليك سلو. فإذا تبي تاخذه وكان واحد قاعد يسوي لك تشيس لازم تحسب حسابك انه لو اخذته راح يجي عليك سلو، حيجي عليك 35% يا سلو. فكل واحد تاخذه كل واحدة تاخذها حتسوي لك سلو 35% فور لفاصلة 2.5 ثانية. الهيلث الهيل حقها 3.5 الماكس هيلث زائد 8 زائد في أور ولا 8 ايهما اكثر، 8 زائد 6 بير ليفل. ايش معنى الكلام هذا؟ يعني لو اخذتها وهيلثك واطي حتديك هيل اكثر، لو اخذتها وهيلثك عالي حتديك هيل اقل. اوكي فانت عندك 2000 هيلث اكشلي نو، اذا هيلثك اعلى انا ماكس هيلث مش الهاو لو يور هيلث، اذا عندك هيلث اذا هيلثك مره عالي حتديك اقل هيل، اذا هيلثك مره واطي الماكس هيلث حقك. يعني انت هيلثك 1000 مو زي لما تكون موندو ولا تانك هيلثك 3000، اذا هيلثك مره عالي حتديك هيل اقل، اذا هيلثك مره واطي مو مره واطي هذا الماكس هيلث حقك مره واطي حتديك هيل اعلى. هم يبغوها بالانسد، ما يبغوها تدي التانكس هيلث مره عالي، يبغوها تدي السكويشز هيلث اعلى وهكذا. وهذا اللي عجبني فيها صراحه. لعبت انا اكثر من جيم بالباتش وجربت البوتلين، بحيث انه لو كانت الفروت مصح في اكثر من مكان، اذا كان الريسبون حق الفروت قريب لمي انا لازم اكون حاسب حسابي ان ترى في فروت او هني فروت بجنبي. يعني صارت بجنبي اقدر استفيد انه مثلا اسوي تريد احاول اني اروح اخذها ترجع شوي من الاتش بي اللي خسرت فيه. والله حرفيا دخلت فايت خسرت الفايت انا وانا وجين كلنا دم الاتش بي كلنا معنا سمنر، وجت بالي الفروت رحت اخذتها رجعت لما اللين صار معي ادفانتج جدا كبيره بالاتش بي بالهيلث، وعلى طول قدرت اخذ الادفانتج عليه باللين كله بسبب الهاني فروت هذه. راح تفيدك مو بس يا الجنجل، راح تفيدك الالدي كيري، راح تفيدك يا السبورت، اي واحد يكون لو حط بالك انت شيب. لازم تعرف وين مكانه عشان تعرف هل تقدر تطلع من اللين تروح تجيبها. يعني لو كانت قريبه لما الميت ما تقدر، لو كانت قريبه لما البيت حق دريك تكون قريبه لما يمديك تكسرها وتاخذ الادفانتج حقتها وبديك تفوز بالفايتات بشكل اكبر. ف احسب حسابك لا يعني بالذات اللي موجودين بالبوتين هنا كويس. هنا نرجع لموضوع الوردز برضو، تحط الوردز عشان تشوف لو هي طلعت تكون عارف انها هي موجوده وتقدر تروح لها. الشيء الثاني كثير بيسالوا السؤال هذا، الفروتس كلها شو اسمه البلانتس هذه كلها ما تقدر تسوي لها تريجر بسكيل، لازم باوتو اتاك، فلازم تكون في الرينج حق الاوتو اتاك، ولو شغلتها وانت في الرينج حق الاوتو اتاك حتشتغل على طول. اوكي حتاثر عليك على طول. يعني في ناس يقول لك لو انا ضربتها من بعيد وانا برا الرينج حقها حتسوي لي بوش باك، لا ما تقدر اصلا ما تقدر تضربها من بعيد، لازم تكون في الرينج حقها. اوكي فما اظن طبعا ما في انتراكشن تاني. يعني جيس سوى الجيت حقته وسوى الهيت اللي من اخر الدنيا هذيك ما حتشغلها ولا حتسوي فيها اي حاجه. الشيء الفرق الوحيد بين الخضره والحمراء والزرقاء انه والله الخضره ممكن تطلع اثنين في جهه واحده، يعني طلعت الاولى بعدها بخمسة دقائق او ما بين خمسة دقائق ونص وسبعة دقائق ما طلع ما حد استخدمها حتطلع واحده ثانيه، فممكن نلاقي اثنين في الريفر في وقت محدد في جزء محدد. كملناها كده كملناها كده كذا قاعد تهاوش مع الشات حقي تهاوش مع الشات. طيب بعد كده لا لكن بس لا اله الله ما اتوقع ان في شيء يمكن نضيفه اكثر من كذا. هو اساسا تعرف وين مكان الرسمان حقه وكيف تستفيد منه ومتى تفجرها عشان تعرف مكان الرسمان حقه الجاي، او يكون في احتماليه يكون يتغير المكان حقه ممكن يكون نفسه مصر. بس هذه فكره اساسيه له. يعني بعد كده عندنا السمايت تشينجز وهذه الحمد لله وهذا تغيير يس وهذا تغيير للجنجلرز مره جامد. اللارج مونسترز نو لونجر جراند بونسز وين سمايتد، او اي سمايت امباكت افكت كان يجيك اول من ريد من بلو سوري مو ريد بلو من الكراجز ومن ال من 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 الكرامب والريتس والهذا ما عاد حيطلع منه اي حاجه. شباب كان الولفز يطلع الريت الصغير اللي تمشي، كان الريتس لما تضربها تاخذ الورد عشان تشوفها، كان لما تسوي سمايت على الـ على الـ على الجروم تاخذ الاكسترا دامج الزياده حق البويزن، هذا كله انشال من الجيم نهائيا حولوه غيروها، صار لما تسوي سمايت تاخذ حاجه واحده هيل 100 زائد 10% اوف يور ماكسيمم هيلث، يعني حيجي لك 100 زائد 10% الماكسيمم هيلث حقك، هيلثك 1000 حتاخذ 100 زائد 100 يعني حتاخذ 200 وانتهينا كل الكامبس، ما في ولا كامب يفرق عن الثاني.
الشيء الثاني اللي فرق في السمايت انه اول كان يجيك تشارجين للسمايت فاكرين، التشارج الثاني كان يجيك بعد 75 ثانيه، دحين صار يجيك بعد 90 ثانيه. التشارج ستارت تايم متى يبدا الحسابه تحسب على التشارج؟ في دقيقه و40. ليش في دقيقه و40؟ حنتكلم بعد شويه، لانه السبون تايمرز حقه الكامش تغيرت حبتين برضو شويه. بعد كده عندنا الهنترز مشتي، عشان شالوا البف حق جرومب قال لك نبغى نزود الدامج حق المشتي عشان نعوض النقص حق الدامج. اوكي الجروم كان ديك الدامج الزيادة قلنا اللي هو البويزن، وفي نفس الوقت اللي تحت اللي هم كان يدوك الستان، كان يدوك الستان موديفاير، هذه كلها شالها. فقام مزودوا الدامج حق المشتي من 20 ل 25 واللايف ستيل ل 10 اند والابجريدز حقت المشتي. بعد كده نتكلم عن السبونز والريورد تشينجز حقت الكامبس، هذا اللي قلنا لازم نتغير فيه. اول شيء سووه غيروا الكامب ريسبون. ايش يعني غيروا الكامب ريسبون؟ طبعا سمول كامبس، سمول كامبس مش الكبيره، مش البلو والريد ما غيروا فيها حاجه في السبون تايمز اذا فاكر على حد علمي، غيروها في الصغيره الباقي. الريدز كانت تطلع كل 100 ثانيه صارت تطلع كل 150 ثانيه، هنقول الفرق هذا ليش سووه بعد شويه. بعد كده غيروا طريقه الانتراكشن حقه الجنجلرز هذول معك. طبعا اول كان الهيلث والدامج حق الجنجل كامب يزيد على حسب الافريج ليفل حق الجيم، دحين غيروها حبتين صارت بس فرقت يعني نفس الفكره تقريبا، بس انه والله كل ما بين ليفل، اذا هو طب الافريج ليفل مع الوقت هو ما يمشي على ليفل اللي انت الادم اللي قدامه، لا يمشي على الوقت. فالوقت حق ما بين ليفل 1 و3 حيكون والله الهيلث حقهم كده والدامج حقهم كده، ما بين 4 و6 يزيد، ما بين 7 و9 يزيد، بعد كده مع كل ليفل بعد ليفل 10 حيسكيل سكيل، يعني كل ليفل حيزيد واحده 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 واحده. طبعا انا واحده واحده الهيلث والدامج، وفي موديفاير محدد ما هو ضروري، بكل اللي يحتاج تعرفه انه الهيلث والدامج حق الكامبس حيزيد في فترات محدده. اوكي زي المينيونز ما الهيلث والدامج حقهم يزيد فترات محدده، نفس الشيء لكم. اول الفرق الوحيد انه الفيرست كلير جيفز اباوت ذا سيم اماونت اوف جولدن اكسبيرينس. اول كلير اللي هو ما بين ليفل 1 و3 حيديك نفس الجولد اللي كان يدي اول ونفس الاكسبيرينس اللي كان يديها اول بنفس الطريقه. الفرق الوحيد انه كراجز جيفز مور ريوردز، حنتكلم ليش كراجز يعطي زياده، لانه غيروا طريقه التفاعل حقه الكراجز. بعد يس بعد كده حنتكلم على كل كاب. الريد والبلو زي ما قلنا يا شباب ما عاد صار في يعني الريد والبلو ما تغيروا من ناحيه السمايت، لانه الريد يديك هيلث اول دحين ما زال يديك هيلث، البلو يديك طبعا ويديك الريد باف، والبلو يديك البلو باف. الشيء الوحيد اللي تغير في او الشيء اللي تغيره في البلو والريد انه والله شالوا السمول مونسترز الصغيره اللي جنبهم الاثنين، هذا معناه انه ما عاد في سمول مونسترز يو هاف تو وري اباوت، ما يحتاج تشيل همهم. وغير كذا البلو صار عليه نيجاتيف ماجيك ريزيست، يعني ماجيك ريزيست بالناقص مش بالزايد. ايش يعني بالناقص؟ معناه لو انت الشامبيون حقك يسوي ماجيك دامج ماجيك بين يس كان اكزاكتلي كانه معك ماجيك بينتريشن، لو انت الدامج حقك ماجيك حتسوي دامج عليه زياده. فيمكن اللي يبغوا من الكلام هذا انه انت لو والله شامبيون تسوي دامج ماجيك ابدا لك بلو اسرع احسن لك، لانه حتسوي كلير اسرع. لو انت امومو، انت سجواني، انت ديانا، انت واحد من الشامبيونز اللي هم دامج الماجيك دامج بيست، تبدا في بلو احسن عشان تقدر تسوي كلير اسرع وعشان تقدر تخلص اسرع. في المقابل نفس الشيء سووه فريد، بخلوه للفيزيكال، يعني ليسن طبعا كانه عندك ارمر بنتريشن زي ما قال لك، او كانه عندك ليثاليتي الى حب الى اذا ما نجيب كلمه ارمر بنتريشن في الجيم. ولو تروح على ريد اول حتقدر تخلصه بسرعه اسرع من انك انت تخلص بلو لو انت اي دي بيست. بس البفات حقتهم ما تغيرت. بعد كده الرابترز اللي هم الريتس ضافوا، بس قبل كده لازم الواحد يعرف متى يبدا البلو متى يبدا الريد على حسب الشامبيون حقه. يعني مثلا اذا صار الشامبيون حقك هو شيء، هذا قلنا قبل شوي بتعليق البطوله، لو انه الشامبيون حقي كان يعني راح يقدر ياخذ الكامبس بدون ما ياخذ البلو بالبدايه، وراح يقدر يدمج الريد باف مثلا، افرض انه معك شامبيون اي بي، هل تقدر انك تدمج الريد باف وتاخذ عليها الكل وتاخذ الباف حقه مع انه معه ماجيك ريزيست بس ما معه ارمر؟ وهل يمديك تسوي العكس لو انت اي دي ومو اي بي شامبيون؟ فكمثال مثلا انت قاعد تلعب عموما مو محتاج المانا بالإيرلي جيم، طيب اذا محتاج المانا بالإيرلي جيم لازم تبدا بالبلو. طيب اذا بديت بالبلو
راح تعطي معلومه للجنجل اللي ضدك اللي كان ترك بتكون بالمكان هذاك. فهالشيء هذا يعني لو نتكلم عن الهاي إلو بلايز راح يعرف الشخص اللي ضدك وين بتروح وش بتسوي لانه عارف انت من وين بديت اساسا. فلازم تحسب حسابك للشيء هذا، مو دائما اذا جيت تاخذ البلو بوف او اذا صرت انت تشامبيون اي بي دائما تبدا بالبلو بوف. ممكن بعض الشامبيونز تقدر تبدا فيهم بالريد بوف حتى وانت اي بي، والماجيك ريزيست اللي مع الريد بوف راح يمنعك انك تقتل بسرعه، لانك بالنهايه يمديك تقتل وتوصل للبلو يعني على حسب الشامبيون. مثلا في بعض الشامبيون صراحه ما يهم زي مثلا ليسن، وزيد على كذا انت حط ببالك انه الكامب الاول او البوف الاول اللي بتاخذه راح يسوي او راح تسوي او بيسوي لك اخوياك ليش اللي معك، فانت ما راح يعني تشيل هم انك تدمج دمج بسرعه لانه معك اثنين يدمجونه معك او شخص واحد او انك انت رايح عند التوب سايد. فكل كذا هاتين بس يعني حط ببالك انه اذا صرت رايح بجنجل باث معين حط ببالك انه ضدك ممكن يتوقع الشيء هذا ويعرف انه يكنترك بكل سهوله. وهذا الشيء ده معلومه بعد الجنجلرز الثاني يعني مثلا يعني انت ليسن انت هيك انت تشامبيون ومديك يسوي كانتر جنجل للجيم هيك ما يقدر مثلا يقل خزكس بدال. فلو قدرت تاخذ الريد بوف حقك ومثلا ضدك امومو يمديك تدري انه هو الحين اخذ البلو راح بيروح اظن عند الريد يمديك تقابله هناك بسهوله، والمعلومه هذه شبه اكيدة اذا صار ضدك امومو او شامبيون زيه. لازم تعرف الشامبيون ضدك وش الجنجل باث حقه يمديك تحاول تكنتره او انك تحاول تسيب معلومات مكانه وين عشان انت تحاول ترى تاخذ الكامس حقاته او تروح تلم اللين اللي هو رايح له تسوي له كونتر جانك. طبعا هنا وهنا يجي هنا يجي خبره الجنجلرز عامه. في جنجلرز طبعا انت المفروض شباب اذا بنتكلم على جنجل باثس ترى في 6 جنجل باثس مختلفه اوكي كومبليتلي. ابدا ريد ابدا بلو ابدا فوق ابدا تحت ابدا سمول واسيب الصغار ابدا اخذ الريد والبلو لحالهم واسيب الباقي. في عندنا 1000 جنجل باث ممكن تمشي عليه وكلها تمشي على 3 4 الشامبيونز. وانت زي ما قال عزوز ما تبغى والله اذا انت امومو مثلا تروح تبدا بلو الا وانت متاكد ما في احد حيجيك ياخذ بلو منك، يعني مو قدامك شاكو تروح على بلو هو عارف انه انت رايح على بلو عشان انت تعتمد على بلو فتقوم تروح هناك يجي ياخذه منك ويضيع لك الجنجل حقتك كلها اوكي. فانت لازم تقرر ايش الماتش اب، ايش مين الادم اللي قدامي، ايش وضعي، ايش احسن ابدا، لا خليني اضحك عليه، خليني ابدا في جهه ثانيه، خليني استفيد من الليتش حقي، خليني احط وارد زي الناس ولا ادم. فهذه ما هي كوك كتر، مو ايش يعني كوك كتر، مو ستاندرد، مو دائما لازم اسوي نفس الشيء. انت بني ادم قدام الادم اللي بيلعب قدامك بني ادم فهو بيفكر المفروض انت تفكر زيه، يعني لا تكون كذا ام معه وماشي بس انا كل مره حروح اسوي نفس الشيء من الاخير جت من قلب والله لا اشوفهم والله اشوفهم في لو ايلو ايش يسوي دائما ذا سيم جنجل باث، يروح بلو يشيل ريد يشيل مستحيل يغير نفس الجنجل باث على كل الشامبيونز يس على كل الشامبيونز فعلا يس. يا مثلا لو تشامبيون حقك المفروض انه حكم ياخذ الكامب هذا خلاص يرجع بعدين يصير عنده افضليه بالكامب كلير الجنكل بس لا يكرر نفسه الجنكل باث كل تشامبيون كل تشامبيون ترى له جنكل باث خاص فيه مزبوط يعني. مزبوط ولو بديت مثلا في بلو يعطيك حاجتين لا تنسى انه يعطوك كول داون ريدكشن ويعطيك مانا ريجن. كول داون ريدكشن مره ضروري في جنجل كلير، يعني تقدر تسوي كلير مره بسرعه لانه قلل الكول داونز حقت الابيليتيز حقتك فسويت كلير. في المقابل لو اخذت ريد ليفل 2 يا اخي برايتورايز انك تروح تسوي جانك، روح سوي جانك بي ليفل 2 ليفل 3 نبدا نتعلم الجنجل الباس المختلف. طبعا ان شاء الله حشوف الكلام هذا يعني في البطوله حقت عزوز ولا في الستريم وورز اول باول حتشوفوا الجنجل باث للناس. شوف طالعوا فيهم يا شباب طالعوا فيهم في الميني ماب، يمكن الكاميرا ما هي موجهه عليهم دائما بس طالعوا فيهم في الميني ماب شوفوا الجنجل باث حقت الناس هتلاقي جنجل باث غريبه عجيبه تعتمد على الشامبيون تعتمد على الادم اللي قدامه تعتمد على الماتش اب تعتمد على امكانياته على ايش يبغى يسوي في الجيم او والله ايش الوين سيتويشن ابغى فوكس على الميد حقي ابغى اساعده اروح على جنجل باث مختلف. في كل الحالات بعد كده هنتكلم عن الرابترز ايش غيروا فيهم، ضافوا 2 زياده رابترز صاروا يعني هم كانوا 4 صاروا دحين 6 واحد كبير و5 صغار ونقصوا الهيلث حق الكبير بالنص وزود ونقصوا الدامج حقه بالنص بثلثين وزودوا الهيلث حق الصغار زياده هذا وما غيروا الاكس بي حقها لانه شالوا الاكس بي حقت الصغار اللي كانت في ريد وبلو فقاموا ضافوهم هنا في ريث وفي أظن وولفز كمان ضافوهم بالريث مو بالباف نفسه وبالريد باف نفسه والله اللي فهمته انه توزعت انه الجنجل كلير نفس الاكس بي توتال بس كيف توزيعها ما هي متساوية إلا في إيش قال لا 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 شوفها عندك لما نزلت عند الكامب أبديت بيقول لك
الكانيبلزم يقول لك small monsters you moved blue center ما أدري كيف أنطقها ورد ما في يقول لك stats up slightly to compensate الستاتس يقصد بالدمج حقهم والدفنس والأشياء هذه لكن هل يقصد بعد الاكس بي انه عطاهم الاكس بي ولا ما هذا اللي انا ما فهمت المفروض دائما اول جنجل يعطيك ليفل 2 هذا ما حنختلف عليه بعد كذا اتس اللي كاتبينه ان الجنجل كرير كامل الاول حيعطيك نفس الاكس بي والجولد اللي كان يعطيك اياه بالضبط فبما انه هي بيعطيك ليفل 2 اول كامب قبل كان اذا اخذت اذا بديت بالريد او اخذت الصغار ايه خط الصغار مع الكبير يعطيك ليفل 2 انا الحين تاخذ الكبير بس يعطيك ليفل 2 فاتوقع انه الاكس بي صار على الكبار يعني ممكن بعد كذا طبعا ما تغير شيء في الرابترز نفس النظام طبعا زي ما قلنا اي سمايت على اي واحد من هذول حيعطي نفس الشيء هيلث وهذا الكراجز هي الفيلم الهندي الجديد اللي صار هذا صراحه انا 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 ما ضايقني وفله في نفس الوقت سو ماتش جولد يس يعطي سو ماتش جولد وسو ماتش If I remember correctly, XP حتى. Taking Krugs gives more, كاتبين. Okay. More gold, more XP. الكراجز إيش صار نظامه يا شباب؟ طبعاً فاكرين كراج الكبير والصغير. الكبير لما تقتلوا ينفصل الاثنين. الاثنين هذا الهيلث حقهم أقل 60%. والكراجز لما تقتلهم, they spawn two mini. اثنين mini كمان زيادة. يعني الكبار اثنين صغار. الصغار اثنين أصغر منهم. ولا مو؟ إزاي كده؟ When killed... قتلت الكبير بيعطيك اثنين صغار اذا قتلت الصغار راح يعطيك كل واحد منهم بيعطيك كل واحد اثنين يعني. صغارين والثاني الصغير لو قتلته حيعطيك اثنين صغار ثانيين ايوه يا ما هي ام ثلاثه احجام يعني حجم عائلي وحجم متوسط وحجم وتفر حجم حق الزاويه هاي هي حق الزاويه ف طيب بعدين التشينج المهم الضروري اللي هو كراج سبون 15 سكندز افتر اذر كامبس الكامبس تطلع في دقيقه 1:35 الكراجز والجرومب يطلع في دقيقة 51 ليش؟ عشان ما يبغوا فاكرين في هاي إيلو دائما البوت سايد يروح ياخد الجرومب ويروح ياخد الكراجز في الجهتين أوكي أو الكراجز في الجهتين ما يبغوهم يسووا الكلام هذا ما يبغوا السولو لينز ما يبغوا اللينرز ياخدوا السايد ستيبس هذه طبعا الكلام هذا سووه في سيزون 4 مرة وفشل معاهم ورجعوه وما أدري ليش رجعوه مرة تانية الفكرة فيها إنه ما يبغوا عشان زودوا الجنجل تايمرز عشان زودوا ريسبون تايمرز ما يبغوا احد من اللينرز يشيلها على الجنجلرز لان الجنجلرز يحتاجوها في البدايه هذا التشينج الوحيد اللي فقط انا شايفه طبعا هذا معناه انه ما تقدر تسوي له ليتش الا على ريد ولا على بلو ما في ليتش ثاني ولما تسوي ليتش على ريد ولا على بلو انت ازن اي دي سي ضربتين الثالثه بالكثير انت ماشي لانه لو جلست اكثر من ثلاث ضربات ما حيوصل لين حيروح عليك اكس بي حق الشامبيون والتوب نفس الطريقه بعد كده الجرومب اتاك دامج ناو صار اقل الدامج حقه بس زودوا الاتاك سبيد حقه وما تغير برضو يعطي هيلث زي ما قلنا بنفس الطريقه الولف مارك وولفز ار انشينجد اذر ذان ذا اوفرول كام تشينجز اباف ما سووا فيها اي تغيير وبكذا اظن وي كفرد الصغار هذول ما في شيء ثاني يبغى لا ما طيب بعد كده الريفت هارلد لو ملاحظين اليوم شباب ما حد بيركز عليه لانه ما هو فيري كونتستد لانه مره خطير تاخذه يطلع مره من بدري دقيقه 6 والهيلث حقه 10000 وانتم دائما از تيم الهيلث حقكم مره واطي في بدايه العشر في ست ما بين الست دقائق وال20 ثانيه في بدايه الجيم فقال لك والله مره ريسكي انه العالم تسوي له كونتست ما حنخليه يسوي سبون في 6 دقائق حنخليه يسوي سبون في 10 دقائق ونقص الاتاك دامج حقه على اساس قال لها في دقيقه 10 حيكون يعني بعد دقيقة 10 حيكون عندكم إمكانية إنه أنتوا والله تروحوا عليه بخطر أقل. الإلدر دريك برضو تشينج بسيط عليه كان أول الإلدر دريك نظام وحاجة اسمها أنجر مانجمنت كان يطرطع كان عنده مشاكل. إيه كان لما أنت عندك ستاك كل ما يزيد عدد الستاكات حقت الدريكس اللي عندك كل ما كان الدامج حقه عليك أعلى والدامج اللي يأخذه منك أقل. الحين شالوها نهائيا they want to reward you اذا انت تاخذ ستاكات من بدري انت تيجي المفروض تاخذ الدر دريك اسهل يعني هذا ايش معناه المفروض انه ستاكات اذا احنا نبغى نلعب على ليت جيم كومبوزيشن نحاول نركز على دريك شويه لانه الدر دريك هقدر اخذه اسهل بكثير من اول واي كان جون تست عليه شيء زي كده بكل بساطه بعد كده المينيونز المده اهم شيء انه المده زادت من قبل كانت مضبوط ايوه المده قصيره مظبوط اهم شيء يعني كان دقيقتين دحين صار دقيقتين ونص اجلس لا ننسى يا شباب
بعد كذا المينيون تشينجز، وهذا اللي قلنا فيها اللايف تشينجينج مينيونز. الملي مينيونز زودوا الهيلث جروس ستات حقهم، يعني كل ليفل يزيد الهيلث حقهم اكثر عن اول 60%، اوكي، بس ما يزيد الدامج حقهم. في المقابل الرينجد مينيونز ينقص، نقص الهيلث حقهم جروث ستات عن اول 60% بس زاد الدامج حقهم. ايش معنى الكلام هذا وليش سووا التشينج هذا؟ سووا التشينج هذا عشان يبغوا السبورتس والتانكس يستفيدوا من المينيونز، مو بس السبليت بوشرز والدامج ديلرز. انت از سبورت ممكن يعني تلعب حول المينيون، دحين صار احسن من اول، بس يعني ما عاد صار فيها يعني ما فيها امباكت اكثر من كذا، غير في سبليت بوشينج وفي سلو بوشينج وفي فريزنج للمين ويف، عشان تسوي لها سلو بوش تسوي لها شف تحت التاور. ما اشوف اي فائده استراتيجيكلي ثانيه موجوده في الانكريز على المينيون هيلث، الا انه والله مستحيل التانكس او 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 السبورتس ياخذوا الملي مينيونز اني مور، حيتعب. ما تقدر از سبورت، ما تقدر ترسل سبورت يسوي سبليت بوش ولا يشيل المينيونز، ما اي دونت سي اني ثينج ايلس صراحه غير كذا، الا اذا في شيء ثاني في بالك عزوز. لا والله ما اتوقع اساسا. لا اله الا الله. وبس الفائده انه راح يمديك تسوي شوف او تقتل الرينج اسرع، اني راح تقتله بشكل اكبر. في كثار تشامبيونز كانوا يقدرون يسوون سبليت بوش لكن الحين ما راح يقدرون يسوون الشيء هذا، واشياء غيره يعني. ما في بعد كذا تور تشينجز، وهذا اول شيء الليزر ستاف الانهبيتر تورت والنكسس تور كان يسوي ليزر، دحين صار يسوي ضربه عاديه زي التاورز البقيه. اظن الدامج حقه ما زال اعلى من التورات اللي في الامام، بس انه خلاص غيروا طريقته، مش ليزر يضرب ضربه وانت ماشي. بعد كذا سووا ستيبلايزنج، سووا له بالانس. دائما 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 لما تضرب ملي حيصير 25، عشان فكره انه والله لازم تستنى التاور يضرب الملي ضربتين وانت تشيل الثالثه، الرينجد ضربه وبعدين انت تشيل اللي بعدها، السيج نفس الطريقه والسوبر نفس الطريقه، بس غيروا التورس انها تشتغل طول الجيم من بدايه الجيم لين نهايته بنفس الطريقه. لما تضرب مينيون ملي مينيون ضربتين والثالثه انت تشيل بها، وهكذا. المينيون الميني ماب ايكونز بس غيروا الايكونز، حطوا ايكونز جديده صغروها عشان خلوا اشكالها حلوه على الماب، توري محلات البلانتس، توري محلات المدري مين. التورتس غيروا الميني ماب ايكونز عشان توريك انه الهيلث حق التورت ما بين 66 ولا اقل من 33. دحين لو طالع في الميني ماب حتعرف انه والله هيلث التورت اقل من 33% ولا اقل من 66% ولا اعلى، وهكذا. بعد كده الايكونز